عاوز يعني احكي لك شيء. احنا في البرامج يعني اغلب مشاهدينا من احبائنا المسلمين. وطبعا في نوعيات كثير من الناس، في من المعارض، في من المهاجم، وفي من الباحث، وفي من الناس يعني اللي فعلا مليانين محبة واحترام بالكلام وكذا. بس أنا بلاحظ أنه كتير مرات يمكن بنحاول نتكلم بأشياء عقائدية اللي بنحاول نشرح فيها عقيدتنا المسيحية، بالذات موضوع الصلب والفداء والقيامة. لكن من ناحية تانية أنا عم بختبر من خلال كل هاي السنين وعم بشوف أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين الإسميين على فكرة عم برجعوا للمسيح، مش بسبب عاوز عقيدة ولا لاهوت ولا البساطة. احكي لي عن هاي البساطة اللي انت بتحكي عنها بكل بساطة عشان اللي بيسمعنا او بيشاهدنا يعني يختبر شو هاي البساطة اللي بتحكي عنها. يعني بتبسيط اكتر من هيك ما في، انه انا ربيت ببيت مسلم، حاولت اتقرب من الله، لكن ما فيش عندي جارانتي ضمان، فيش عندي ضمان انه الله قابلني. يعني بتذكر في حدا مره قال لي فادية، انت لما بتموتي اول ليله بالقبر، وتشز كان عندي رعب من اول ليله بالقبر انا، بيجي ملاك وبيزين وحسناتك وسيئاتك. قلت له طب اوكي، اذا ثاقبت طلعوا حسناتي وسيئاتي قد بعض والميزان وقف هيك، شو بصير؟ قال هذا وضع استثنائي. فأنا على طول عايشي لرحمة الله، لرحمة. ففيش عندي بإيدي شيء أعتمد عليه، مكفول، فيش كفالة. لكن مقابلتي مع المسيح أعطتني الكفالة، أعطتني. أنا طول عمري بعرف أنه أنا لازم أعمل شيء لأرضي الله، لكن أول مرة بعرف أنه الله هو اللي إجا عمل كل شيء، وأنا بحاجة بس أقبله، بس بحاجة أتقبله. فهيدي كانت لإلي يعني. وأنا ما تنسى بعدني عم قلك كان عمري 14 سنة، فيش عندي استوعاب كامل باللي عم بيصير، لكن إجاني بطريقة اللي أنا كنت بحاجة لإله، إجا لمس هيدا الشيء. يعني الخوف اللي عندي من الموت، شيل خوف الموت، لأنه معاش عندي أنا خوف من لا معروف، بعدين من المجهول، من المجهول صار عندي تأكيد. إذا غمضت عيني هلأ أنا رح فتح، رح كون معه بالسماء. أمور كتير نحن عايشين فيها، من أكبر شغلي I know هي الخوف. يعني أنا بتذكر كل يوم أنا بروح أفوت على النوم بغمض عيني، على طول عندي رعب من جهنم، رعب أنه، وعندي تأكيد كان أنه أنا رايحة على جهنم، لأنه فيش عندي كفالة. فإجا وقف وتقابل معي مقابل شخصية، قبلني مثل ما أنا، قبلني بعيوبي، قبلني بمخاوفي، قبلني مثل ما أنا، لأنه هو اللي حاط، هو اللي كونني بصورة. it's very hard لما بتتقابل معه، بتشعر أنا فيش داعي مثل فيني، فيش داعي فرجي حط وجه، فيش داعي أعمل شيء، فيش حاجة للقناع الديني أو مظاهر الدين، فيش حاجة حط قناع، لأنه رب شايف من جوا. حسيت لما تقابل معي شاف جوا، مش عم يطلع على اللي برا، شاف اللي جوا قاعد جوا بتصرخ بدها توصل الله، بس مش عارفة كيف. هيدا الصوت اللي حسيته سكت.